الا جيتي تاملتي في الكون كيفاش تخلق غتعرف لي ريغل كيفاش دايرين وغتفهم اللعبه كيفاش دايره. فهمتيني؟ النهار فوقاش كيبدا؟ كيبدا مع 12 ديال الليل. 12 ديال الليل كيفاش كيكون الحال؟ مظلم وكيبقى كيظلم 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 حتى كيوصل الفجر، والساعه الاكثر ظلمه هي قبل الفجر. موراش كيطرى كيطلع لعبو سولي شميشه زوينه. فهمتيني؟ سي كوم سا الحياه اون جينيرال. اي حاجه بغيتي ديرها في الدنيا الا هو كتبدا بالظلام. ما تقولش لي غنبدا من عند النهار الاولاني غنحط يدي ندير اون اونتربريز ندير شركه ندير هادي ندير هادي طق نبدا. نهار تزاديتي راه ما تزاديتيش كتمشى، راه بديتي كتعلم تمشى مده طويله عاد باش تعلمتي تمشى. فهمتيني؟ دونك سي كوم سا ديال الفكره اللي خص الشباب توصل لهم دماغهم ان او ديبي ولي فانتين داك الحلم الامريكي ديال نخرج والقهاوي ولي ريستورون فهمتيني والطوموبيل طوب بانوراميك وداكشي كيجي في لي ترونتين ما كيجيش في لي فانتين، كيجي في الثلاثينات ماشي في العشرينات. العشرينات كنخدم على راسي كنربي الكتاف ما كنسولش على الفلوس. شحال عندك؟ لا شنو غنستافد؟ كنمشي شركه ما كنسولش شحال غتعطيوني، كنسول شنو غنستافد. كنقول انا راه كنقرا عطيني 2500 درهم اون بورس كناكل ونشرب بها، ما بغيش ندير لاباس، باغي نستافد باغي نتعلم ونتعلم لو ماكسيموم. وثيق بيه مشيتي بهاد لا مونطاليتي فاش غتجيك اون اوبورتونيتي 26 ans 28 ans غتلقى راسك واجد عندك واحد الشكار عامره بلي كومبيتونس. ماشي بحال بزاف ديال الشباب، انا كنشوف غير صحابي انا يخرجنا من ليسونس دراري خدموا خدامين ب 4000 درهم ندخل دار. اول حاجه كيديروا الدراري شنو داكشي ديال الطوب بانوراميك فهمتي كريدي في البنكه خرج طوموبيل ويقدر يخرج طوموبيل صغيره بلا ما ندوي على لي مارك. لا كيمشي يخرج طوموبيل كبيره في الطوب بانوراميك الوغ كو يلاه بديتي يلاه بديتي صافي. شوف هذيك الوقيته راه ماشي خصك، ما خصكش تعيش فيها، ما خصك ما تقولش راه باغي نعيش. لا الا ضربتي تماره تما في لي ترونتين غادي تعيش، غادي تعيش ديال بصح. باسكو تيقول لك خصك تزرع باش تحصد، ما يمكنش انت تحصد وانت مازال ما زارعش. اكزاكتومون الناس بداو بالمقلوب القانون ديال الطبيعه غادي تقلبو نتايا. بين قوسين الله يحسن العوان انا بالحكم انني كبرت في عين الشق عارف بان كاين شي ناس على لاج دو 20 بيانو كيخرجوا كيقلبوا على ان سالير حيت هما اللي عند والديهم هما اللي كيصرفوا عليهم. فهمتيني؟ هاد الناس انا ما مدخلهمش في سميتو. الله يحسن العوان كاين شي ناس اللي سي فري من 20 عام كيقلب على ان بون سالير على الاقل باش يوكل باه مو يخلص الكرا. فهمتيني؟ ولكن الا كنتي عايش في واحد الاسره واكل شارب ما كتخلص كرا 21 عام باغي دير لاباس، 21 قلب على فين تعلم. وين فوا غادي تعلم غادي تزيد لك الدعم اوتوماتيكمون. راه كيقول لك دماغك شحال ساوي 5000 درهم راه الرصيد المعرفي هو الاول ثم الرصيد البنكي والسلاح السري ديالك هو هذا. هذاك هو باش الا شدينا مثلا حنايا مثلا دونالد ترامب ولا ايلون ماسك ولا هادو اللي تعطيونا بهم لي زيكزامبل شديناه حيدنا لي فلوس كاملين من الكونت بونكير ديالو رديناه زيرو واش هاد خونا هذا غيبقى فقير؟ اكزاكتوم غيف يقفض وغيعاود يجيبها. علاش عنده لا باز المايند سيت از ديك غيمشي مثلا دونالد ترامب غيمشي غيدير لك شي مشكل اونتر شي بونك شي بونك وغيخرج لهم شي سوليسيون غيبيعوا ليهم طن واش يديرها كونسيلتون تيديرها كونسيلتون صاحبي كونسيلتون يديرها كونسيلتين داكشي اللي دوز فهمتي يديرها كونسيلتين ويصور زباله العام. يعني راه خونا عنده السلاح علاش عنده لا ماتير غريز عنده لا ماتير غريز كيقول شوف جيمرون عرفتي جيمرون تبارك الله انا داك السيد اللي انفلونسي بزاف الله يرحمه كنترحم عليه واخا ماشي مسلم الله يرحمه قال لك الا شدينا كاع الفلوس اللي كاينه في العالم وفرقناها على كاع المواطنين بالتساوي قال لك في 5 سنين كاع الفلوس غترجع في نفس الجيوب غترجع لمالها باسكو دوك دايرين ديجا الطريق منين كدوز فيه. حيت كاين انسان عنده مونطاليتي دو كونسوماسيون وكاين انسان اللي كينتج عنده مونطاليتي دو برودكسيون كينتج. فهمتيني؟ الانسان اللي كونسوماسيون واش غيدير؟ اول حاجه غتمشي غتشري فيلا، ثاني حاجه غتمشي تشري طوموبيل واعره. اوكي هالفلوس بدات كتمشي سفريات لعيبات مشى هالفلوس بدات كتمشي مابقاش عندك فلوس باش تصرف على الفيلا راه خصها مصروف. الطوموبيل ولات كتجيك غاليه غير الفيدونج ديالها ومسائل ديالها شنو كدير؟ كتبدا تبيع في الطوموبيل تبيع في الفيلا وكترجع للوظيفه. علاش؟ حيت عندك مونطاليتي ديالاش ديال الكونسوماسيون غير كتكونسومي غير كتشري غير كتشري غير كتشري. فهمتيني؟ ما عندكش مونطاليتي ديالاش ديال الانفستيسمون ديال البرودكسيون ننتج شي حاجه اللي نبيعها نانفيستي في شي حاجه اللي غترد ليا الفلوس. وهذا كيتسمى داك الانتيليجونس فينونسيير الذكاء المالي. وحنا سبحان الله العظيم كنقراو من التحضيري حتى للباك ومن الباك حتى للماستر ولا الدكتوره ولا الام بي اي
علاش باش نديروا الفلوس وفي هذه القرايه كامله ما كيقريوناش كيفاش نزيريو الفلوس نزيريو الفلوس صح يعني تما فين كاين الفيلم ديك 100 درهم كيفاش ترد 500 درهم اكزاكتوم اكزاكتوم وراه كيقول لك واحد القضيه كاين كيقول لك كاين بعض الناس كيقول لك لانفورماسيون سي دو بوفوار ياك معروف هذه وبزاف الناس كيقولوها انا ما كنتفقش مع هذه الفكره هذه لان لانفورماسيون سي با دو بوفوار مي كومو اكسبلواتي ديك لانفورماسيون تقدر تكون عندي الفكره وتكون عندي المعلومه ولكن ما ندوسش لاكسيون واش فهمتيني بحال قضيه السلاح غتشد جوج واحد تيعرف يخدم السلاح وواحد واحد متعرفش يخدم السلاح هذا متعرفش يخدم السلاح يقتل راسو فاش كنجيو نشوفو فاش كنجيو نشوفو اون فان دو كونط علاش كنقول لك انا هذه الفكره هذه سي كو شكون اكثر الناس اللي قارين هما الاساتذه الجامعيين وي بوسي نقدر نقول لك اكثر الناس قارين كتبه واكثر الناس باحثين واكثر الدكتوراه سولون داك سولون داك فهمتيني داك ما علينا كتجي تشوف كتلقاهم غارقين كريديات شي راكب على داسيا سون جوجمون حنا ما كنحكموا على حتى واحد الله يحسن العوان ولكن استثناءات ولكن لا ماجوريتي كتلقاهم لا ماجوريتي كتلقاهم مدفقين السيستيم وهذا هذا راه هو اللي كيقرينا وداك الشيء كي ابليكيه ولا لا الا كان كي ابليكيه راه ما غيكونش في هذيك لا سيتوياسيون فهمتي اش بغيت نقول لك الوغ كو دابا السيستيم ادوكاتيف كامل اون جينيرال كما دوينه قبيله طبعا كلشي كيولي كوبي كولي كلشي بحال 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 لوزين تيخرج لينا واحد البلان وزين كيخرج لنا كاين بعض لوزينات كيخرجوك مربع قاعد اللي قرات تما مربع كاين بعض لوزينات كيخرجوك مدور كتلقى كاع اللي قرات تما مدور فهمتيني مي انا ما كنقولش كنقولها ديما سيرتو هاد الموجه اللي جات ديال الشباب كيمشيو عند والديهم كيقول لهم ما بغيتش نقرا بغيت ندير الاي كوميرس وندير هذا نصيحه ديالي قرا ماشي ما تقراش ولكن ديما نحافظ على ديك لاتوش ديال لونيسيتي ديال اونيك ماشي اونيك فهمتيني ما نديرش بحال كلشي ربي راه فرق الريوس كل واحد خصو يكون اونيك بطريقته